السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. انزل اعمل لايك للفيديو علشان هنبدأ موضوع فيديو النهاردة، اللي هو نصائح للوقاية من مرض السلمونيلا وعلاجها وطرق علاجها وتعمل إيه وتحصيناتها كمان وإيه أسبابها. هنبدأ مع بعض الفيديو. انزل ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. للأسف الإجابة على السؤال اللي هو بيقول إن عايز علاج سريع للروشة مبهدلة الحمام عنده، الإجابة على السؤال ده صعب جدا، لأن مفيش حاجة اسمها علاج سريع للروشة. علاج الروشة علاج بياخد وقت طويل جدا، وممكن لو أنت مستعجل تذبح الفرد المصاب. طبعا إحنا بنعزل الفرد المصاب أولا، لكن بياخد وقت يا جماعة، أنا بقول لك بياخد وقت. اللي اقول فيه علاج سريع، لا مفيش علاج سريع. ليه انا بقول لك ان مفيش علاج سريع؟ لان هي الفرد طالما وصل للروشه يبقى تعرف ان هو كده في حاله، مرحله اخيره اللي هي بتيجي مرحله الروشه دي، وبعد كده يستجيب معاك في العلاج او ما يستجيبش، فانت بتبقى العلاج صعب بالنسبه لنا. طبعا شفنا تشريح الرقبه علشان نخرج الدم الفاسد اللي هو عمل جلطة وسبب عوجان الرقبة اللي حضرتك بتبقى شايفه ده. طيب هو السؤال تاني، طب هو لو فرد الحمام اتروش ممكن يرجع بعد ما يخف يشتغل تاني؟ ممكن يشتغل تاني حتى لو عقدت عليه، اللي هو فضلت رقبته معوجة فترة بيرجع يشتغل برضه، وهو لكن بنسب، يعني على حسب الرقبة. لو اتعدلت تاني 100% بيشتغل 100%، ولا هتعرفه ان هو كان مصاب قبل كده. لكن لو فضلت عقدت عليه فبتفضل الروشة موجودة، فبيفضل برضو ان هو مش قادر يركز كويس، فبيأثر عليه في الانتاج. هنقول لك بيأثر عليه في الانتاج ازاي، يعني هتلاقي ما يقدرش يحافظ على البيض بتاعه، البيض بتاعه بيتكسر، او هتلاقي البيضتين يطلعوا فارغين، او بيضة فارغة وبيضة ملياء مخصبة، يبقى مش هيرجع 100%. لكن اللي هو رقبته اتعدلت، في رقبته بتتعدل وترجع زي ما كانت، وفي ما بيرجعش تاني. طيب تعال نشوف النتاية اللي هي على الشمال دي. النتاية دي كانت مصابة بالروشة ورجعت تاني للانتاج، بسم الله ما شاء الله. يمكن انا صورتها اكتر من مرة في فيديوهات، اللي هي الحمامة اللي بتدافع عن بيضها، اللي هي النتاية اللي على الشمال دي. وهنكمل مع بعض موضوع الفيديو. طيب قبل ما ننسى يا جماعة، احنا نقول هو الاصل في موضوع علاج الروشة هو التحصين، لكن علاج لا مش علاج. العلاج يعني كلها اجتهادات، ما بيبقاش علاج يعني بنسبة 100%. ده تحصين الروشة اللي هو الفيروس المسبب للروشة، ده التحصين بتاعه يا جماعة. ده العبوة دي اللي هي بتتفك تحت المية دي بتكفي 1000 حمامة، من حمامة لغاية 1000 حمامة، اللي هي دي لازم تتفك تحت المية، لانها الحمام بعد كده بيشربها. شوف هي حضرتك ازاي بتفتح الغطا ده تحت المية، لو فوق المية غلط جدا، لازم يكون تحت المية. ومن حمامة لغاية 1000 حمامة، يعني بتفكها في كمية المية اللي انت محتاجها. انا عملت الفيديو ده واسيبه لك في صندوق الوصف تحت الروابط بتاعت الفيديوهات التحصينات، ده زي ما قلنا بتاع الروشة، وده التاني ده بتاع السلمونيلا المصري اللي انا استخدمته، اهو اسمه سيرفاك لقاح السلمونيلا الثلاثي المثبط، ده ممتاز جدا. انا عملت منه اخيرا بعد طبعا السلمونيلا ما بهدلت الحمام عندي والروشة السنة اللي فاتت. الناس اللي متابعاني عارفة الكلام ده. طيب يبقى من هنا ورايح احنا بنستخدم اللقاحات الامصال دي اللي هو للروشة وللسلمونيلا. ده في فرق يا جماعة، بتاع الروشة غير بتاع السلمونيلا، تمام؟ طب هو الفرد اللي اتروش ده بيرجع يشتغل بنسبة 100% يا جماعة؟ لا طبعا، الا اذا الرقبة بتاعته اتعدلت، لكن لو فضلت عقدت عليه بيفضل بيشتغل بنسبة 50%، لكن بيشتغل وبيرجع نتات بيض والذكر يعني يكسر عليها، تمام، مفيش اي مشكلة. لكن هي العيوب ان ممكن يطلع بيض فارغ في اول ما يشتغل، لو صبرت عليه هيرجع يظبط، ممكن بيضة فارغة وبيضة مليانة. لكن هقول لك على حاجة، لو في الرقبة معوجة وهو بيأكل زغليله، بتكون تأكيله لزغليله دي علاج طبيعي بالنسبة
للحمامة المعقود عليها، فبيحرك رقبته فرقبته بتبدأ تخف شوية شوية مع تأكيل زغليله. طب ايه اللي ممكن نعمله علشان نتجنب ان الحمام ما يجيلوش الروشة؟ طبعا كله بإيد ربنا وكلها اجتهادات مننا، لكن احنا برضو بنقول ان انت لازم تعرف ايه الفرق بين السالمونيلا وبين الروشة. اللي بتيجي السالمونيلا بتسبب الروشة في النهاية لو ما تعالجتش، وفيروس الروشة اللي بتيجي مفاجأة للفرد الحمام، تصبح الصبح تلاقي مصاب بدون اي اعراض، تعرف ان دي الروشة الفيروسية. اما الروشة اللي بتيجي نتيجة الاسهال اللي ما تعالجتش اللي بتيجي بعد السالمونيلا. يبقى كده نوعين اللي احنا بنقول لازم تعطي التحسينين، لو اعطيت واحد مش كفاية، لازم تعطي ده وتعطي ده. مفيش مشكلة ان انت تعطيهم ده كل 3 شهور، ده كل 3 شهور، وده كل 6 شهور، تمام كده. ولو اعطيت بدأت بالاتنين مع بعض مفيش مشكلة، ده في مية الشرب وده الحقن. يبقى كده عرفنا ان في سببين للروشة، السبب الفيروسي اللي بيجي مفاجئ، والسبب البكتيري اللي هو نتيجة السالمونيلا والاسهال المائي. هنقول لك برضو على الاعراض بتاعت الروشة السالمونيلا. يبقى كده عرفنا ان السببين مختلفين، السبب الفيروسي غير السبب البكتيري، والسبب البكتيري اللي هو اكثر انتشارا عند مربين الحمام، وبسببه غيات كتير جدا بتفضها وبتمسح الحمام اللي عندهم وبيبطلوا تربية الحمام، هو بسبب السالمونيلا اللي بتقلب بعد كده بالروشة او بتسييف الحمام وبموت الحمام. طيب اعراضها ايه اللي هي السالمونيلا؟ هي دي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي وبنخافين منها. اما زي ما قلنا التانية هي ملهاش غير تحصين، اللي هي الروشة اللي بتيجي مفاجأة، ملهاش غير التحصين اللي هو الفيروس اللي قلنا عليه اللي بتفك في المياه وخلاص. يبقى احنا نتكلم بقى في اللي هو السالمونيلا اللي هي اكثر انتشارا. اول حاجة اعراضها ايه؟ شرب الماء، الحمام بيشرب ماء كتير، الحمام بيشرب ماء كتير. اول حاجة هتعملها زي ما قلت قبل كده في فيديو سابق، كيس محلول معالجة الجفاف تفكه على لتر مياه وتسقي الحمام منه. اوعى تعطش الحمام، لان ناس كتير يقول لك عطش الحمام شيل من قدامه المية عشان ما يشربش ماء كتير. يبقى كده اول شيء ان الحمام بيشرب ماء كتير، بيسهل المية اسهال مائي او اسهال لزج، ريحة البراز وحشة، وممكن تلاقي الحمام مش قادر يقف على رجليه وجناحته مدلدلة، او عنده السالمونيلا اللي بنقول عليها سالمونيلا مفصلية. والحالات دي زي ما قلنا غيات كتير بتصفي بسببها، وفي النهاية الحمام بيصاب بالروشة والتسييف. ودي لها تحسين زي ما قلنا اللي هو كل 6 شهور لازم تحصن حمامك من السالمونيلا. اللي بيقول ما فيش لها تحسين، ناس كتير بيقول لي ما لهاش تحسين، لا اهو انا مش انا اللي مخترع العلاج ده، ايوه ده تحسين السالمونيلا. يبقى خلاص زي ما احنا متفقين اول حاجة هتعملها ايه؟ تديله كيس على لتر مية لحد ما تلاقيه الحمام ما عادش بيشرب المية، خلاص كده تمنع، خلاص ده تشيله وتبدأ على طول تعطي الأدوية اللي انت عارفها اللي تعالج الإسهال. هتعالج الإسهال بإيه؟ أنتينال بشري أو كابكت، أو في نوع تاني اسمه داياكس، للتلاتة زي بعض. وتأتي معاهم مثلا ده صباحا يبقى ده مساء، سيدوستين او تتراسيد للدول بشري، خلاص تمام ده العلاج البشري. طب نخش على الادوية البيطري. الادوية البيطري اللي كل الناس عارفها، كوليبريم الاردني، تمام كوليبريم الاردني، وفي بان فلور برضو بيطري برضو ممتاز جدا اردني، لا مش اردني، مش اسف مش عارف هو ايه، بس هو بان فلور برضو مشهور جدا، لكن ده الاردني. في كمان حاجة اسمها فلوري كول مع كولي فيت، تمام دي حاجات، المهم الحاجات اللي انت متعود عليها تأتي منها للحمام استقات منها. لكن اللي هو اللي طلعنا منه بالموضوع ده ان انت لازم تاخد بالك من الاسهال المائي. اول ما يجي الاسهال المائي لازم على طول تمنعه ازاي؟ بكيس محلول معالجة الجفاف، واياك ان انت تشيل من قدام الحمام المية، ما تشيلش من قدام الحمام المية، بس هو كيس محلول معالجة الجفاف اللي هيمنع الحمام ان هو يشرب، هيعالجه من الاسهال المائي، وهيمنع شرب الماء كتير
وممكن على فكرة تلاقي ترجيع مع شرب، يشرب ماء كتير ويقوم رجع الماء كتير برضه من الأعراض بتاعتها. كده أكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. أرجو يكون عجبك الفيديو، ويعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو منتش مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.